بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنشوف حاجة كويسة جدا في الفلتر. الفلتر ده بيديني إمكانية إن أنا أضبط الألوان والأشكال بحيث ممكن يكون عندي مثلا كذا حيطة وعايز أخفي بعض الحوايط عن طريق خاصية معينة، فبقدر أتحكم فيها. يعني لو احنا قلنا VV ودخلنا هنا، بلاقي إن أنا بخفي كل الحوايط مرة واحدة أو كل الإرترمينال مرة واحدة، إنما لو جيت في فلتر بقدر أتحكم. الجديد بقى في 2019 ان بقى عندي الجزء ده اتغير، الرولز اتغيرت، فبقى بيديني خاصية اند وور. يعني ممكن اقول له ايه، لو توافقت 5 6 خواص تمام طبق الفلتر دوت، لو اور يبقى واحدة من الاتنين اتطبقت يبقى يطبق الفلتر تمام. يعني مثلا اند ديت يبقى مش هيطبق الفلتر غير لو كل الخصائص دي توفرت معاه. ممكن اضيف اد رول واقول له مثلا طبق لي مثلا ان الكوست مثلا اكبر من كذا او بتساوي كذا تمام. اور يبقى لو واحده فيهم بس اتحققت يحقق شرط. اور دي ما كانتش موجوده قبل كده، اللي كان موجود بس ايه انت تمام. وتقدر من هنا تقدر تختار تسمي اسم جديد للفلتر بتاعك تمام، وتقدر من هنا تحدد هيبقى عباره عن ايه تمام. يعني الفلتر ده هيبقى خاص مثلا بالاير تيرمينال او خاص بالوولز او خاص بالارياز وهكذا تمام. وتبدا تطبق لون معين او شكل معين. يعني ممكن من هنا تيجي مثلا على الفلتر دوت تمام، تقدر تقول له انا هخلي اللاين بتاعه كذا او الباترن بتاعه كذا و